موجز لهم الأنباء من التناصح قال ناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن محاور القتال تشهد هدوءا حذر لليوم التالي على التوالي. المجعي وفي تصريح للتناصح السبت أكد إن قوات الجيش تواصل ترتيب صفوفها واستعداداتها لحسم المعركة، مؤكدا إن حالة الهدوء في المحاور لا تعني أبدا توقف المعارك، مشيرا إلى قوات الجيش وتسير وفق خطة مدروسة وضعها قادة عسكريون مختصون في ذلك. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة الوفاق الوطني هي شريك موثوق في محاربة الإرهاب، وأعلنت الوزارة في تقريرها الدولي عن الإرهاب لسنة 2018 والذي صدر يوم الجمعة إن حكومة الوفاق شاركت في هزيمة داعش واستمرت في دعمها للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتعاونها مع التحقيق مع الإرهابيين المشتبه بهم رغم ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي وعسكري. ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس اتحاد البرلمان الدولي جابرييل بارون رفقة رئيس برلمان أمريكا اللاتينية خورخي بيزارو سوتو مشاركة ليبيا في الاتحادات الدولية خلال زيارته إلى المملكة المغربية. كما ناقش اللقاء وضع مجلس النواب الليبي والعضوة المغيبة قصريا سهام سرجيوا، وتم التطرق خلال اللقاء إلى المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس. بدأت شركة سهم للنقل العام في تسيير رحلاتها داخل مدينة طرابلس، وقامت الشركة بوضع العلامات الدالة على المحطات داخل المدينة تمهيدا لانطلاق الرحلات، فيما بدأت دوريات شرطة المرور في تأمينها لخروج الحافلات من الشركة إلى الطرق العامة. يشار إلى أن الشركة قد بدأت منذ مدة في تسيير رحلاتها خارج مدينة طرابلس. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.